اليوم حجرب الماكو الـ AR مع كيت رولر كاستم ميد للماكو مع انكر من شركة نبتونيك 3. ودخلنا القاعدة شوية سماكة بس تكون مريحة. طبعا كل هذه القطع تنفك، والميزة الحلوة في طريقة الرولر نفس الراس المزل نفسه ممكن بسهولة يتفك ويتركب المزل الأصلي. هنجرب المسمى. المسافة والله أعلم 5 متر تقريبا. تعرف لو السيخ بدأ في نزول مثلا هو ماشي في المسافة دي كان ضرب على قلب النص أو شوية تحت، بس ما شاء الله كل الضربات أنا يعني تقريبا بكون تحت سطح الموية، السيخ ماشي تحت سطح الموية يضرب العقب ويكمل، الدليل من فوق ما نزل لا في النص ولا من تحت.